حضراتكم في حلقات وانا النهارده بيقول ايه هو جهاز الكمبيوتر التحليلي اللي اسمه انبادي. الانبادي كمبيوتر موجود في كل اماكن الصيدليات والمولات وعند الدكاتره. هو عباره عن كمبيوتر عن طريق فرق الجهد بتاع كهربه الجسم عن طريق الايدين او الرجلين بيحدد عندنا قد ايه نسبه ميه، قد ايه عضلات، قد ايه دهون، قد ايه عظم. طبعا الاهم ان احنا نعرف نسبه الدهون في الستات بتبقى 30% تلت والرجاله 20% الخمس، وده معمول عشان نشوف احنا بنخس صح ولا لا، لان ساعات كتير بنفقد دهون وبنكسب عضلات، الميزان ما بيتحركش بس الكمبيوتر بيبين نزول الدهون. اللي ما عندوش كمبيوتر او مش عايز يوصل له، البديل الافضل ان هو قياس محيط الوسط او الخصر. طالما محيط الوسط بيقل احنا كده ماشيين صح في الدايت وفي الرياضه. بنفضلكم تشاهدوا الفيديو ده عشان الناس تستفاد، وبنفضلكم في التعليق تصلي على سيدنا محمد، وتحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحه العامه.